أنا أسألك، 61,000 خريج في كل سنة، عدد كبير جدا. نعم. شنو السبب؟ تعتبر تأثير الكليات الأهلية على هذا الموضوع سلبي أم إيجابي؟ بالتأكيد هو تأثيرها راح يكون سلبي، لكن احنا نشوف هاي الكليات لمن تابعة. هي كليات بالتأكيد تابعة لجهات متنفذة في الحكومة، هذه الكليات هم أصحابها الجهات الحكومية اللي المفروض هم يدعون بينا. ما راح أذكر أسماء من باب الدواعي القانونية حتى ما يرفعون شكاوى علينا إذا تحدثنا، لكن الكليات الأهلية هي تابعة لهم مو إلنا. زين، سوء التخطيط، هذا سوء تخطيط. وزارة التعليم يجب أن تكون لديها حدية بهذا الموضوع ومتابعة بشكل جدي لهذه الكليات. حتى وإن كانت هذه الكليات تابعة لهم، شنو اللي تريد يسووه مثلا؟ الكليات مو هذا نتحمل مساوئهم إحنا كخريجين، ودا تشوف يعني تعيينات ماكو، يقول لك وهو مفتح كليات أهلية دا تخرج آلاف الطلاب والخريجين. يعني اليوم أحد الخريجين، أحد الزملاء أو بناتنا، معدلها 95.50، تدرس معهد تحليلات على أمل التعيين المركزي. نعم. وتتخرج وتلقى موعدها تعيين وهي معدلها 95.50. ممكن في دولة أخرى تدرس دراسة تليق بها وبمعدلها وبمستواها العلمي. جيد. من خلال تواصلكم مع الجهات المعنية، أكو نية لإجراء بعض التعديلات أو تمرير الموضوع أو الوعود اللي يعطوها لكم؟ لحد الآن هي عبارة عن وعود وهمية لا صحة لها، والحكومة غير جادة في هذا الملف